نتبادل الرسائل لنعبر عن مشاعرنا لأشخاص قد تفصلنا عنهم المسافات التي قد تختصرها الكلمات المرسلة، لكن بعض المسافات لا يمكن أن تطوى، وبالرغم من ذلك نبعث رسائل لمن هم في حياة أخرى عليهم يشعرون بتأثير أو ليشعروا بتأثير فراقهم. هذا ما كتبته أبرار صبر من رسائل لزوجها الشهيد وجمعتها في كتاب حمل عنوان لقياك في الجنة. هذا الكتاب لقي إقبالاً على شرائه من قبل زوار معرض الكتاب الثاني في مأرب الذي أقيم الشهر المنصرم، وقد نفذ الكتاب في المعرض وفي انتظار الطبعة الثانية منه بالتأكيد. عن رسائل التي بعثتها أبرار لزوجها الشهيد وعن تجربتها الموثقة بحبر الدموع والألم نتحدث اليوم مع صاحبة كتاب لقياك في الجنة أبرار صبر من مأرب. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا أخت سمية. أهلا وسهلا، وأولا مبروك هذا الإنجاز الجميل اللي فعلا يمكن يعني هذا الرقم أو هذه المبيعات هي مؤشر على قرب هذا الكتاب لكثير من القصص اليوم في اليمن التي تعاني من الفقد. بداية أستاذة أبرار، إيش اللي شجعك أن أنت تكتبي هذه الرسائل؟ أهلا أخت سمية. في البداية الذي شجعني في كتابة هذه الرسائل أول شيء لأنها كانت هذه الرسائل أو الكتابات تصل إلى قلوب نساء الشهداء بشكل كبير، فشعرت في هذه اللحظة أن في تطابق في المشاعر، فقررت من هذه اللحظة ألا تتلاشى أو تنتهي هذه الكتابات التي دونتها بقلمي. هذا أكبر دافع. جميل جدا، ويمكن هذه الرسائل لمست كثير من قلوب اليمنيين والذين يمكن يعانوا أو يمروا بتجربة الفقد اللي للأسف بسبب الظروف التي تمر فيها البلاد يعني أثرت علينا جميعا. بالنسبة للمبيعات وهذا الرقم اللي حققتي في هذا المعرض، أنت كنت متوقعة هذا التفاعل من الحاضرين؟ أولاً كنسبة أنه يحصل على أكثر مبيعاً في المعرض ما تخيلت أبداً، حتى أن أنا ما خاطرت في البداية بطباعة نسخ كثيرة، يعني طبعت بقدر الفئة الذي توقعت أنها أو استهدفتها يعني أنها تقتني الكتاب. توقعت الأصدقاء والأهل، ما توقعت أبداً هذا الإقبال الكبير. بالنسبة لتفاعل الناس كان غير متوقع نفس الشيء. أنا توقعت يعني أكثر شيء جميل في الموضوع أنها تفاعلت مع الكتاب جميع الفئات العمرية والاجتماعية، كبار الشخصيات، سياسيين، كتاب، أدباء، كبار السن، شباب، حتى طلاب المدارس. فكان هذا الشيء أجمل شيء. وكمان لما كنت أتجول في المعرض أسمع الكل يتحدث عن الكتاب، أفتح مواقع التواصل الكل يتكلم عن الكتاب، شعرت بالإنجاز الذي هو ليس لي وحدي وإنما لجميع نساء الشهداء. أنت برأيك أستاذة أبرار، إيش السبب اللي ممكن يخلي يعني اليمنيين يعني يشعروا بهذا القرب الكبير من هذا الكتاب؟ أولاً الوضع الحالي نوعاً ما، الوضع الذي نعيشه الآن في مأرب، افتقاد الكثير من نساء الشهداء أزواجهن. طبعا كتاب ما حد قد كتبه يعني كبداية يعني أولى في هذا المجال، فحسيت الكل تفاعل لأنه مع الوضع الحالي الذي نعيشه. أنت اخترتي في طريقة التعبير عن هذا الكتاب برسائل، يعني في أنواع كثيرة للكتابة، ممكن أن تكون يعني مثلا رواية، ممكن أن تكون، لكن أنت بالتحديد اخترتي نمط الرسالة، ليش بالذات هذه الطريقة؟ اخترتها رسائل حتى تكون رسالة لكل شخص في المجتمع ليعلم أن مهما بدا الحزن هين فهو لا يهون، وأن نساء الشهداء هي كل زوجة تعيش معركة هي جندي قوي ومحارب، وربما تحارب في حرب لا تقبل الهدنة لأنها حرب ذاتية. فكل زوجة شهيد هي تنقسم إلى نصفين، نصف ضعيف يعني الذي ذاق الفقد، الألم الذي ذاق مر الحياة،
والنصف الآخر قوي، مكافح، مربي، صبور. فهذا الكتاب حاولت أثبت فيه مهما كان الألم موجود، مهما كان الفقد موجود، هناك نصف قوي، هناك نصف ربما يتغلب على النصف الضعيف. هذا كان الهدف من أننا جعلته رسائل وليس رواية أو شعر. بالنسبة لعنوان الكتاب، أنت بعد أن كتبتي الإهداء لزوجك الشهيد عليه رحمة الله، يعني حددتي العنوان يعني اللي هو لقياك في الجنة، هل في رسائل أنت يعني محددة أن أنت فعلا ستقرأيها؟ نقول للشهيد رسائل محددة أنت شعرتي أنها فعلا هي أول رسالة ممكن تقرأيها؟ أول رسالة، في عندي نص في الكتاب يمكن في أوائل الصفحات، هدية قابلة للرجوع. هذه أول رسالة أو أول نص أنا فكرت أن أنا أقرأه له عند اللقاء بإذن الله، لأن أنا حاولت أوصف في هذا النص لحظة اللقاء في الجنة بإذن الله. تكلمت أنه بإذن الله نلتقي تحت عرش الرحمن، فيكشف لنا الستار، فألقي عليه السلام ويرد عليه السلام، وتتصافح اليدان. حينها سأقرأ له هذا النص بإذن الله، لأخبره أنني استشعرت بهذا اللقاء، لربما استشعرت مثقال ذرة وأنا ما زلت في الدنيا. يعني أستاذة أبرار، أنا فعلا منبهرة بهذه الرسائل اللي أنت كتبتيها، هي حقيقة نموذج للشجاعة التي تحملها. يعني امرأة فقدت شريك حياتها بطريقة أنت لمستي فيها كل قلوب اليمنيين بكل الفئات العمرية، وحقيقة أنا يعني أقدر أقول أنه شيء يعني مبهر أن أشوف مثل هذه الكتابات التي تعبر عن ما يشعر به الآخرين ويكونوا عاجزين عن التعبير عنها. هل سيكون هناك بإذن الله نسخة قادمة، يعني أعمال أيضاً أخرى تواصل نفس الطريق، أو حتى أعمال جديدة مختلفة عن الرسائل؟ نعم، أنا الآن أفكر في كتاب. طبعاً أنا ملت للشهداء وزوجات الشهداء، لأنه دائماً زوجات الشهداء تهمش، يعني فحسيت أنه لازم إحنا نظهر نفوسنا، يعني فإذا كان الشهيد بطل فإذا الزوجة اللي بتتحمل بعدها هي كذلك بطلة. فالكتاب الآخر إن شاء الله كمان يتكلم عن زوجات الشهداء، وبإذن الله يكون أفضل من الذي قبل. فعلا، وهذا يعني يمكن طريقة لتسليط الضوء على هذه نقول هذه القصة أو الجانب الآخر من هذا الفقد، وهو الأسرة أو زوجة الشهيد. شكرا لك أبرار، يعني صبر، ورحم الله كل شهداءنا وتقبل الله شهيدك، وبإذن الله يكون اللقاء مع الله بإذن الله لنا جميعا. وشكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس. شكرا، تسلمي يا أخت. شكرا.